بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول علوم الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام من الابواب التي عقدها الكوليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف باب تحت عنوان في شان ان انزلناه في ليله القدر وتفسيرها هذا الباب من جلائل الابواب في كتاب الكافي وفيه مطالب جمه ومهمه ينبغي علينا ان نبين معاني هذه المطالب بشكل مختصر ليتبين لنا جميعا جانبا من جوانب علومهم عليهم الصلاه والسلام سوره انا انزلناه في ليله القدر سوره قليله الايات لكنها عميقه المعنى بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ظاهر الآية معناها واضح، لأن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر. هذه السورة تدل على أن ليلة القدر لها قيمة مضاعفة فهي ليلة واحدة لكنها خير من ألف شهر في هذه الليلة الملائكة تنزل والروح ينزل بأمر من الله سبحانه وتعالى ونزولهم فيه التقديرات كل التقديرات وهذه الليلة هي ليلة السلام إلى طلوع الفجر حيث تنتهي هذه الليلة بطلوعه الحديث الأول من أحاديث هذا الباب حديث يرويه الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام عن جده الإمام الصادق الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كنا نطوف أنا وأبي الإمام الباقر حول الكعبة، وإذا برجل ملثم، هذا الرجل طلب من أبي أن يقطع طوافه وينتقل معه إلى بيت بجانب جبل الصفا، وأيضا دعاني الى الاشتراك في هذه الجلسه، فكانت جلسه ثلاثيه. وهذا الرجل هو نبي الله الياس. لا بأس ان نذكر ها هنا انه دلت الادله الصحيحه ان الله سبحانه وتعالى اطال في عمر بعض الاشخاص من اوليائه كالخضر عليه السلام. الخضر لم يكن نبيا ولكنه عبد أكرمه الله سبحانه وتعالى وهو حسب ما دلت الأدلة الصحيحة الله سبحانه وتعالى أبقاه حيا هو كان في زمان موسى عليه السلام يعني تقريبا قبل أربعة آلاف سنة في القضية المعروفة حيث أن موسى وصاحبه سافر إلى مجمع البحرين والتقي بالخضر والخضر حي إلى يومنا هذا وسيبقى حيا إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالي، فرجه الشريف وهذا ليس من قدرة الله سبحانه وتعالى ببعيد وأيضا من الذين أبقاهم الله سبحانه وتعالى إلياس وإن إلياس لمن المرسلين كما في سورة الصافات الله سبحانه وتعالى أبقاه حيا إلى يومنا هذا وإلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الخضر وإلياس حيان وهما في الأرض الشخص الثالث وهو حي لكنه في السماء عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أكثر من ألف عام الله سبحانه وتعالى أبقاه حيا لكنه رفعه إليه حسب الروايات هو الآن في السماء الرابعة حي يرزق إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بإنزاله إلى الأرض أيضا بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وايضا من الاحياء حسب بعض الروايات ادريس حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا، الله سبحانه وتعالى ايضا رفع ادريس الى السماء وهو لا زال حيا. والامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ايضا الله سبحانه وتعالى اطال في عمره. لماذا الله سبحانه وتعالى أطال في عمر إلياس والخضر وعيسى وإدريس والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه فلسفته مذكورة في كتب الغيبة وهذه أمور ثابتة في محلها الذين ينكرون ذلك في الحقيقة مرجع إنكارهم إلى عدم قبولهم لقدرة الله سبحانه وتعالى واقعا هذه مسألة لا بد من الإشارة إليها أن قوانين المادة محكومة بإرادة الله لا أن إرادة الله سبحانه وتعالى هي محكومة بقوانين المادة يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه القوانين، قدر ان تكون النار محرقة، وحينما يشاء يسلب الاحراق من النار، كنار ابراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. نار ابراهيم كانت نارا، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها بردا وسلاما. وهكذا سائر قوانين المادة. هذه القوانين الطبيعيه الله سبحانه وتعالى قدرها فهي باراده الله محكومه وليس الامر بالعكس لذا في اي وقت ان شاء الله سبحانه وتعالى تغيير هذه القوانين يتمكن من ذلك لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء لذلك في عالم الاخره الانسان يحشر بروحه وبجسمه وهناك خالد اما في الجنه واما في النار لان القوانين التي الله سبحانه وتعالى قدرها في الدنيا هذه القوانين يقدر غيرها في الاخره الانسان في الجنه او في النار والعياذ بالله لا تتحكم به القوانين التي موجوده في هذا العالم ذلك عالم آخر بقوانين أخرى لذا أهل النار يحترقون في النار ولا يموتون ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يحرق في النار نار جهنم التي هي أشد من نار الدنيا لكنه لا يموت على كل حال الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قدّر قوانين، لكن قد يغير هذه القوانين أحيانًا في المعاجز مثلًا، المعجزة تغيير لبعض القوانين، العصا تتحول إلى حية إلى ثعبان، ثم تتحول إلى عصا مرة أخرى، هذا خلاف القوانين الطبيعية، لكن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك. ولا غرابة فيه، نعم إذا واحد لا يعتقد بوجود الله أو لا يعتقد بقدرة الله، فهذا لازم ننقل البحث معه إلى الأصل، نبحث عن وجود الله وعن قدرته، أما الذي يقبل بوجود الله ويقبل بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالمفروض أنه لا ينكر هذه الأمور وقد ثبتت بالأدلة الصحيحة، على كل حال إلياس على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام هو حي فالتقى بالإمام الباقر وطلب أن يكون معهما الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والكلام حول علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام من منطلق سورة القدر وفي أخير الحديث يذكر الياس أنه هذه المطالب التي قالها الإمام الباقر له هو كان يعلمها، لكن إنما سأل لكي الإمام الباقر يجيب حتى هذه الأجوبة تنتقل إلى أصحاب الإمام، من بعد أصحاب الإمام إلى الآخرين لكي يعلموا هذه الحقائق. أحياناً إحنا عندنا مسألة يقال لها سؤال العارف. يعني مرة الإنسان يجهل فيستفهم هذا يكون استفهاماً حقيقياً. وتارة يعلم الجواب لكن يسأل لغرض كقول الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. الله سبحانه وتعالى كان يعلم ان هذه عصا في يد موسى، ولكن لماذا سأله؟ هذا سؤال العالم لكي يجيب موسى ان هذه عصا كسائر الاخشاب، كسائر الاغصان التي تتشكل منها العصي، لا فرق بين هذه العصا وسائر العصي، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذا يكون مقدمة لبيان المعجزة أن هذه العصا التي هي كسائر العصي هذه تتحول إلى حية تسعى، تتحول إلى ثعبان مبين. فإلياس يسأل هذه الأسئلة عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام وهو يعلم بجوابها وفي ضمن الكلام ايضا يناقش الامام حتى الامام يبين من العلوم التي هذه العلوم تنفع اصحاب الامام والاخرين وقد وصلنا بعضا من حوارهما عبر كتاب الكافي الشريف احنا في هذه الحلقه نبين مختصر هذا الحديث ثم في الحلقات القادمه نذكر فصلا فصلا من هذا الحديث الشريف ونشرحه. عن ابي جعفر الثاني يعني الامام الجواد عليه الصلاه والسلام قال: قال ابو عبد الله عليه السلام يعني الامام الصادق بينما أبي عليه السلام يعني الإمام الباقر يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر قد قيض له معتجر يعني ملثم فقطع عليه أسبوعه لأن يعني الطواف سبعة أشواط ولذا يسمى الطواف أسبوعا فقطع عليه أسبوعه حتى أدخله إلى دار جنب الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، دار بجنب جبل الصفا. فأرسل إليّ فكنا ثلاثة. فقال مرحبا يا ابن رسول الله. ثم وضع يده على رأسي وقال: بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه. يا أبا جعفر إن شئت فأخبرني وإن شئت فأخبرتك. وإن شئت سلني وإن شئت سألتك وإن شئت فأصدقني وإن شئت صدقتك أو صدقتك. قال كل ذلك أشاء إلى آخر الحديث الذي سنقرأه لاحقا. خلاصة هذا الحديث أن علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام لا اختلاف فيه. العلماء العاديون حتى العلماء الربانيين قد يختلف علمهم، لماذا؟ لأنهم ليسوا بمعصومين، لأن علمهم لم يتلقوه من الله سبحانه وتعالى، وإنما وصل إليهم هذا العلم عن الطرق المتعارفة فيستنبطون من الآيات ومن الروايات الأحكام قد بعض العلوم لم تصلهم، واحد وصلته والآخر لم تصله، قد يختلف فهمهم واستنباطهم، الآن أنت تشوف الخبراء في كل علم سواء في الطب، في الهندسة، في علوم الفضاء، في علوم الفيزياء، تجد العلماء والخبراء في جميع العلوم في بعض المسائل يختلفون هناك مسائل متفقون عليها ولكن في بعض المسائل يختلفون تجيب خبير مع خبير آخر لا يتطابق رأيهما في كل شيء مئة بالمئة هذا الشيء مستحيل أصلا لماذا؟ لأنهم ليسوا بمعصومين لأنهم لم يتلقوا علومهم من الله سبحانه وتعالى إنما درسوا تلقوا العلوم من اساتذتهم. فهم الناس يختلف، استنباطهم يختلف، تلقيهم يختلف، لذلك الخبراء يختلفون. والعلماء الربانيون ليسوا استثناء من هذه الحالة. العلماء الربانيون ليسوا بمعصومين. علومهم ايضا تلقوها من اساتذتهم. لذا تشوف آراءهم مختلفة الآن تتراجع تراجع على الفقهاء تشوف في مسألة واحدة الآراء مختلفة مثلا في مسألة أحدهم يفتي بالوجوب والآخر يفتي بالاستحباب زين نسأل هذا الذي يفتي بالوجوب لماذا تفتي بالوجوب؟ يقول لوجود الرواية الصحيحة نسأل الآخر لماذا تفتي بالاستحباب؟ يقول هذه الرواية سندها عندي فيها إشكال يختلفون في مسألة من مسائل علوم الرجال من علم الرجال، أو مسألة من مسائل أصول الفقه هذا عنده الأمر يدل على الوجوب كما هو المشهور بين الأصوليين، والآخر عنده الأمر يدل على الاستحباب لأنه المجاز في الأمر صار كثيرا بحيث أنه صار المجاز المشهور، فلا يمكن حمل الأمر على الوجوب إلا بقرينة بذاك يحمل الامر على الوجوب، هذا يحمل الامر على الاستحباب، مثلا. وهكذا في مسائل اخرى من العلوم المختلفة، نعم اصول المسائل واساسيات المسائل واكثر الاحكام هم متفقون فيها كسائر الخبراء. لكن حينما ناتي الى الانبياء وحينما ناتي الى الائمه لا نجد في علومهم اختلاف. يعني علم عيسى عليه الصلاه والسلام لا يتناقض مع علم موسى عليه السلام. علم موسى عليه السلام لا يتناقض مع علم نوح. علم نوح لا يتناقض مع علم ابراهيم. وعلوم هؤلاء لا تتناقض مع علم نبينا محمد صلى الله عليه واله. لذا الآية الشريفة تقول لا نفرق بين أحد من رسله لماذا لا نفرق بين أحد من رسله لأن كل هؤلاء الرسل إنما هم من قبل الله سبحانه وتعالى هذا من قبل الله وذاك من قبل الله موسى وعيسى وآدم ونوح وإسماعيل وإبراهيم وسيدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله كلهم من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم الشرائع قد تختلف، لكن هذا ليس بمعنى اختلاف علمهم. شريعه موسى وشريعه عيسى وشريعه محمد صلى الله عليه واله تختلف، لكن هذا ليس من اختلاف في العلم. الله سبحانه وتعالى انزل حكما ثم نسخ ذلك الحكم، هذا ليس اختلاف في العلم. هذا حدث ايضا في الاسلام، الله سبحانه وتعالى انزل مثلا وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم أشفقتم أن تقدموا بين بين يدي نجواكم صدقات هذا ليس اختلاف في العلم وإنما نزول حكم ثم تغير ذلك الحكم بالنسخ فعلوم الأنبياء لا تختلف الانبياء معصومون، لذا لا يخطئون حتى تختلف علومهم. وكذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام. الائمه معصومون. علمهم من الله سبحانه وتعالى. اما بواسطه الرسول صلى الله عليه واله كما قال امير المؤمنين حدثني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. وقال رسول الله صلى الله عليه واله انا مدينه العلم وعلي بابها وقال اقضاكم علي وهكذا الادله والروايات المتواتره العلوم تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه واله وقسم من علومهم بتحديث الملك الله سبحانه وتعالى كان يرسل ملكا وهذا الملك يحدث الائمه كما انه الملك كان يحدث مريم عليه الصلاه، عليها الصلاه والسلام ولم تكن نبيا، واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الملائكه كانت تحدث مريم، الملائكه كانت تحدث الائمه عليهم الصلاه والسلام، وليس هذا وحيا بالمعنى المصطلح، وانما هو تحديث. فإذا علوم الأئمة من الله سبحانه وتعالى. والأئمة معصومون. فلذلك علومهم لا تختلف، لأنه لا يخطئ حتى نقول أحدهما أخطأ والآخر لم يخطئ، فاختلف العلم. أو مصدر العلم يختلف نقول هذا من مصدر وذاك من مصدر آخر والمصادر تختلف. أو نقول أن الله سبحانه وتعالى علم هذا ولم يعلم ذاك. لذلك العلم اختلف، كلا. المصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى بواسطة رسوله صلى الله عليه واله أو بواسطة تحديث الملك. والعصمة موجودة والله سبحانه وتعالى يعلم اخرهم جميع ما علمه اولهم. لذا لا اختلاف في علمهم ابدا. هذه نقطة يشير إليها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ويشير أيضا إلى طريقة تعليم الله سبحانه وتعالى العلم لا، بعد ذلك يأتي الكلام إلى أمر ثالث وهو أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في زمن سلاطين الجور كانوا يضطرون لاستعمال التقية أحياناً والتقية أمر شرعه القرآن الكريم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: "لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه". تتقوا منهم تقاه. الله سبحانه وتعالى شرع التقية، وهو أمر عقلي قبل أن يكون شرعياً. لأن العقل يدل أنه إذا أنت حياتك في خطر، لا تبين بعض الامور، الاهم ان تحفظ حياتك، لا تلقي بنفسك الى التهلكه، نعم احيانا التقية غير مطلوبة وهذا بحثه في مباحث التقية لان التقية تنقسم حسب ما يقول بعض العلماء الى الاحكام الخمسة، اذا اصل الدين في زوال التقية حرام، في الدماء لا تقية، احيانا التقية تكون مستحبة، احيانا تكون واجبة احيانا تكون محرمه، على كل حال الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا في تقيه في زمان ائمه الجور، ولذلك احيانا ما كانوا يذكرون بعضا من علومهم، او كانوا يجيبون السائل حسب مذهبه، هذه مساله ايضا في قانون الالزام مذكورة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لو ثنيت لي الوساد وسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم حسب قانون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم إذا واحد هو تابع لمذهب من المذاهب فيأتي ويسأل المسألة أنت يجوز لك أن تجيبه حسب مذهبه ولو أنت لا تعتقد بذلك المذهب، إذا يهودي يجي يسألك عن مسائل دينه، طبعا أنت المفروض عليك أن ترشده إلى أن يسلم، إرشاد الجاهل، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، لكن قطع النظر عن ذلك يجي يسأل أنه ما هو الحكم في هذه المسألة في ديننا؟ أنت تجيبه حسب دينة مثلا فهذا أيضا جوابك صحيح لأن أنت تجاوب حسب دينه مو تجاوب حسب الحكم الواقعي على كل حال الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في زمان أئمة الجور فأحيانا ما كانوا يبينون الحكم الواقعي لعامة الناس لكن كانوا يبينونه لخواصهم وهذه مسألة مهمة، يعني عندما ماكو تقية الخواص موجودون يبينون الحكم الواقعي. أحيانا لا يوجد توجد التقية لا يبين الحكم الواقعي أو يبين للسائل حسب مذهبه مثلا. أما في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلا تقية. ماكو تقية في زمان الإمام المهدي. لأن الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان يطبق هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الظهور ها هنا بمعنى السيطرة كما في موارد أخرى من الآيات الشريفة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ليظهره على الدين زين من زمان الرسول صلى الله عليه وآله لهذا الزمان الدين الإسلامي لم يسيطر على جميع الكرة الأرضية حتى في أوج عز قدرة المسلمين سيطروا على الشرق والغرب ولكن لم يكن ذلك جميع الكرة الأرضية بل أقل من ربع الكرة الأرضية ولحد الان لم يسيطر الدين الاسلامي على جميع الكره الارضيه وانما الله سبحانه وتعالى شاء ان يكون ذلك في زمان الامام المهدي ففي ذلك الزمان لا توجد تقيه وحتى عندنا في بعض الاحاديث ان التقيه مستمره الى زمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكلما كان اقرب لظهور الامام تكون التقيه اشد فلذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام أحيانا لعامة الناس ما كانوا يبينون الأحكام الواقعية لأنهم يتقون سلاطين الجور أما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلا تقية في زمانه لأنه لا يوجد سلاطين الجور يقضي على جميعهم ويسيطر على جميع الكرة الأرضية بمشيئة الله سبحانه وتعالى يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. زين هذه الحالة كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه واله في فترة مكة الله سبحانه وتعالى لم يشرع كثيرا من الاحكام وانما شرعها في فترة المدينة المنورة، اكثر الاحكام الشرعية نزلت على رسول الله في المدينه، لماذا؟ لأن في مكه الرسول صلى الله عليه واله كان محكوما عليه. أشراف قريش المشركون هم الذين كانوا مسيطرون على مكه وكانوا يضطهدون المسلمين حتى أن رسول الله صلى الله عليه واله ومن أسلم معه اضطروا أن يذهبوا إلى شعب أبي طالب ثلاث سنوات. في حصار اقتصادي تام. فالله سبحانه وتعالى رحمه ورأفة بالمسلمين ولتدريجية الأحكام، أكثر الأحكام الشرعية ما أنزلها في مكة. الرسول طبعاً كان يعلم بتلك الأحكام، لكن كان مأمور أن لا يذكرها، أن لا يذكرها، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه، لانه دلت الادله على انه في السنه الاولى من البعثه الله سبحانه وتعالى في ليله القدر انزل القران كله على رسول الله محمد. فالرسول كان يعلم بالاحكام التي في القران كلها، لكن كان مامور بان لا يذكر عنها شيء، ينتظر النزول الثاني التدريجي. في مكه لم تشرع تلك الاحكام رعايه لحال المسلمين مثلا حكم الجهاد في مكه لم يشرع لانه ما كان في مصلحه المسلمين الجهاد لكن في المدينه شرع اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير فالرسول ايضا صلى الله عليه واله كان في حاله في مكة شبيهة بحالة الأئمة في زمان سلاطين الجور. لكن في المدينة حالة الرسول صلى الله عليه واله شبيهة بحالة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد ظهوره. وهذا يبين سر وسبب أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لماذا كانوا يستعملون التقية أحياناً. ولماذا لم يكونوا يبينوا الاحكام الشرعيه لعامه الناس احيانا تقيه من سلاطين الجور، ولكن كانوا يبينونها لاصحابهم الخواص لتنتقل الى الاجيال اللاحقه ولتصل وكما انها وصلت وصلت الينا رغم جميع اضطهاد الحكام الظلمه. زين، بعد ذلك ياتي سؤال لماذا الرسول صلى الله عليه واله بامر من الله عين اوصياء؟ الامام الباقر في هذا الحديث سيجيب عن ذلك وسنذكره في حلقه قادمه، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.